السلام عليكم اخوان اخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جينا ثاني عوده اخرى مره اخرى معكم باش نوضحوا بعض النقاط اللي البارح ما قدرتش نوضحهم مزيان. بغيت قبل اي حاجه نذكركم ان تقريبا 3 شهور او لا يمكن اكثر كنت تكلمت على اربعه الحالات المؤشرات اللي كتبين ان احنا داخلين في ازمه، وغنعطيكم واحد الشانتيو باش تفهموني فاش كنت كنهضر. كان سوي وبوديموس دابا كينزفوا الدم في هذه الازمه الصحيه، فما بالك في الازمه الاقتصاديه اللي داخله؟ لان هادشي هذا شنو غتكون عنده؟ غتكون تكلفه عاليه عند الدوله، التكاليف غتطلع لان البارو غادي يطلع بغينا ولا كرهنا، يعني تدخينا المساهمه ديال الكوتيساسيون ما غتبقاش، بنادم غيشوف تاعي غيسد، يعني غادي نبقاو نشوفوا ان الشركات كتسد، المقاولين ما غيبقى حتى واحد يبغي يدير كونترا، غادي يولي بلا ما يخدمك في النهار. وقولوا راني كنخلعكم او لا كندير، انا كنقول لكم غير تقريبا المؤشرات اللي كتبين. اي واحد ما غادي يشوف تاعي يقول لك اش غدير، انا خدام ولد خالتي ونبقى نزيدو السوايع وبلا ما يعرفنا حتى حد وبلا ما دير معايا ندير معاك، يقول لي ما علاش اصلا. قبل الاقتطاعات واحد الكلمه، واحد الحاجه كنت غادي ننساها، هي الامبوستوس، ضرائب كيبان لينا غيطلعهم، ضرائب ضروري خصهم يطلعوا، حيت منين غادي يجي؟ قال لك رفع الاجور، خبر صار رفع الاجور. انا عمري ما درت فيديو كنهضر على خبر صار ديال رفع الاجور، ما عمركم تلقاو عندي انايا في الفيديوهات خبر صار رفع الاجور، ما كاين لا رفع اجور لا والو، كاين والو. دابا كاين شي حوايج يقدر يديرهم بيدرو سانشيز، كتبان لي انايا يعني من المنطق خصهم يديرهم، والله اعلم. اول حاجه خاصو يدير واحد شويه الليونه في السوق، بنادم يساهم، خاصو كما كنقولوا حنايا يعطي واحد المنح ولا يمنح حوافز، يعني يقول لعباد الله حنا غنديروا واحد المساعده باش نخلقوا الخدمه، خاصو ينقص من الضرائب، ولكن هو غيطلع الضرائب غير ولا كرهنا، غيطلع ما يطلع كي غادي يدير تنقصوا الضرائب غادي يدير، يعني حنا اللي عارفين عليه راه دابا ما بقاش فيه، يعني مشى ما بقاش عنده حتى شي حاجه. هذاك الشانتيو اللي هو بالضبط اللي تكلمت عليه واللي قلت انا يعني توقعات، يعني التوقعات اللي بزاف ديال الاخوان المهاجرين للاسف لا علاقه لا بالسياسه والاقتصاد انتقدوا واحد النقد، يعني انت جداك واش كتعرف انت التشاؤم وكتدخل هنا كون دارك وزير، تبارك الله بيدرو سانشيز كيعرف شنو كيدير. سبحان الله سبحان الله، اليوم بعد ما رجع من بروسيلاس يعني اليوم دخل البرلمان وشبعوا صفاق وفرحه الانجاز العظيم اللي داروه. اكيد علاش كيصفق على واحد الحاجه اللي اصلا كان لا دار، وانا قلت شحال هذه ماشي انا حيت انا نابغه، لا للاسف ماشي نابغه، انا انسان عادي بحالي بحالكم، ولكن خص يكون عندك واحد البعد بعيد، واحد النظر بعيد. من غير هادشي كامل، يعني من غير هادشي كامل باش نبين لكم ان راه الانسان خصو يكون متابع، وماشي غير انت لا انتقدتي بيدرو سانشيز راك ما مزيانش او راك مع البيبي، لان بزاف الناس قال لك انت مع البيبي مع البيبي، علاش؟ لان درنا واحد الفيديو هذه شهر ماشي 3 شهور، شهر ثاني فيديو اخر، واخا انا راه انتقدت الحكومه ماشي مره ماشي جوج، وتكلمت على دبل اسبانيا، كنت هضرت على نفي المشروع او مدونه التشغيل، اصلاح قانون التشغيل، ونخليكم مع الفيديو تشوفوا شنو قلت. لا كانت غادي الريفورما مزيان، لا كانت غادي دير الريفورما اللي هي الاصلاح ولا قانون الاصلاح بواحد الطريقه مرونه، يعني واحد المرونه، يعني تسهل على عباد الله هذه، تسهل عليه هذا، تسهل على هذا، ولكن باش تجي انت تردها قاصحه وتولي في هذيك الصلابه، اذا حتى واحد ما غادي يقدر يدير شي حاجه. تقول لي كيفاش؟ بعد ما قال بيني سمعت القضيه ديال ان راه دار واحد الاتفاق على يعني في الخفاء ورا ظهرها بقى فيها الحل، لان هي وزيره الاقتصاد وهذه المسائل هذه كتمسها بزاف، ما يمكنش تمشي تقص. تقول لي لا هادشي ديال المهني خصو يمس وزيره التشغيل، هي ولكن الاقتصاد راه هو اللي نوض هاد السيده خلعت هضر، لان المسائل هذه فيها ارقام والارقام ما كتفايرش. الا حنا اصلا دابا في هذه اللحظه هذه يعني مزموته دعوه كاينه ازمه ما غاديش تصلح في عام عامين خمس سنين، غتصلح من 10 سنين للفوق الا تبعنا الكلام، لان لا خلينا اوروبا تدخل
الانقاذ غنخليو اوروبا دير فينا ما بغات وديك الساعه غتكراتي كيما بغات كيما عقلت عليك 35 40 عندكم تحب نسيتها راه باقي الايام جايه وغتعرف لك الساعه كلشي اللي كنقولوش بصح ولا كذب. اكيد اللي غيشوف الفيديو غادي يقول لك ثاني انت مع البيبي واش داك الشيء وانت يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله اليوم ثاني بيدرو سانتيس كيصفقوا عليه كامل كيقول لك انجاز عظيم يعني غيمشي في المنهج ديال بيبي. لان تخيلوا معايا اوروبا ودوك الحكام المندوبيه المهم اللي داخله في المفوضيه الاوروبيه من هولندا والالمان كلهم كيقولوا نفس الكلام هادشي اللي كدير فيه يا بيدرو سانشيز كله تخربيق كيفاش بغيتي تخنق على الشركات اللي كيعطيو طر ديال الخبز لهاد الناس. اي واحد يقول لك وانت يا اخي الا عطينا الحريه للشركات ممكن كما كنقولوا الطرد وشركه اخرى تقبل عليك ولكن الا كلشي ما يقدرش يطرد فما يمكنش شي واحد يستمر لان السيزي وحنا ما كنهضروش على حاله اخرى كنهضروا على الوباء الوباء حاله استثنائيه يعني شكون اللي غيتقدم لك حتى واحد ما بغى يخدم وقلتها قلت ان القطاع الفلاحي هو الاساس. المهم فبزاف ديال الحوايج كنلقاو انك انت تناقض ان اوروبا ردات بيدرو سانشيز للطريق اللي خصو يكون فيه. انا ما كنعاودها انا يساري مع الصوي ولكن من تخطا خصني نقولها ما يمكنش غادي نبقى نطبل ونبين لعباد الله هذه قناه الشؤم تخيلوا معايا وبقوا عاقلين قناه ديال الشؤم. المهم معليش فكاع النقط اللي كنا كندرسوهم تعطاو لينا واخا بيدرو سانشيز شحال جاب قلنا البارح 140 مليار هذيك 140 مليار ماشي باش الانسان يفرح تفرح الى اختيها كامله فابور نقدروا نفرحوا نقولوا واه وانت اختي النص وشويه فابور واللي باقي بريستامو يعني كلهم غتردوا من السلف. اذا هنايا وانا متاكد ان في هذيك 48 اسبوع ما كاملش اسبوع ما كاملش يعني نقولوا عندك 3 ايام 4 ايام هذيك 72 مليار غادي تفنى غادي تختفي غتمشي علاش حيت فابور ما غاديش يردوها. هذا هو الانزال العظيم نبقاو نصفقوا نقولوا شنو هو طالي انا خدت 200 مليار والصرف اسباني 140 المهم معليش ف اسبانيا هنا ما يمكنش دير شي حاجه بلا موافقه ديال الاتحاد الاوروبي وفتحت الريكومنداسيون يمكن واحد الارشادات يعني غادي تولي اسبانيا تحت المجهر وكما كتشوف التصويره راه ديال الهولندي اللي كان وقف كما قلت شوكه هنايا كل ما الطاليان وفرنسا والالمان اللي زيروا شويه ودار دخلوا بخيط ابيض ما كانت اسبانيا غتاخذ الانقاذ ديالها. وكما قلت 10 ديال الحوايج طلبوا منهم هاد 10 ماشي كلهم اساسيين بالنسبه ليا فيهم بعض النقاط عجبوني. اول حاجه اصلاح الصحه لان كوفيد 19 كشف ضعف النقط ضعف ديال اسبانيا رغم ان اسبانيا واحده من الدول اللي عندها الصحه كتعتني بالناس وعندها ما نعرف تكنولوجيا الى اخره فكشفت لينا ان هي كاين اخطاء وكاين بزاف ديال يعني بزاف الحوايج ناقصينها. فاول حاجه الصحه خاصها يعني خاصها تفورماتي كلشي وتعرف كيفاش ترعى الصحه ديالها يعني كانت خاص تكون واحد الرعايه الصحيه تكون مزيانه شي حاجه اللي هي تكون مزيانه بزاف. النقطه الثانيه هي القضيه ديال الميزانيه يعني خص تعاود واحد الاعاده ديال الميزانيه ما بين الناس لان كنتكلموا على الاستثمار يعني توفير فرصه الشغل سبحان الله هذه 3 شهور والصرف كنت قلتها رفع الضرائب وهذه المهم بزاف الحوايج تكلمنا عليهم ممكن كاع تدخلوا الفيديوهات القدام وتبعوهم يقدروا يكونوا طوال شويه كاين اللي في 11 دقيقه كاين في 15 دقيقه ولكن كانوا نقاط مهمه اللي الحمد لله طلعوا بالصح الكلام اللي كنا كنقوله هو طلع بالصح. اذا الميزانيه خاصها ثاني تعاود تعطاها مره اخرى وتكون ثاني كما كنقولها انتعاش السوق لان ما تنساوش اسبانيا تابعة اوروبا في واحد البوند اللي هو ديال كاين واحد النقطه اللي هي ديال الاسكابي كنهضروا على التنميه والتوازن هاد جوج هادو تعفات اسبانيا منهم كما بزاف ديال الدول في اوروبا بحال البرتغال والطاليان هادو حتى هما واخدين الشق بحال اسبانيا فتسمحات لهم حتى 2022. النقطه الثالثه تدابير ديال التقاعد هنا كنتكلم على التقاعد من نهضر على التقاعد كنهضر على الضمان الاجتماعي ملي كنهضر على الضمان الاجتماعي كنتكلم على المهاجرين والشباب علاش لان كاينين 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 ثلاثه ديال الفئات اللي هو كينطق الشباب اللي ما قاريش او لا الشباب اللي قاري وعنده شهادات ماشي شي شهادات عليا ان كنتكلموا عن الدراسه وعلى مش المهاجرين هذو ثلاثه الحالات اللي الشباب كنتكلم على اللي ما قاري مابغاش يقرا اسبانيوني مابغاش يقرا او لا اسباني او لا عنده شهادات يعني ماشي شي حاجه يعني عنده شي حاجه قليله والمهاجرين بشكل عام هذو كيتسموا ضعاف ضعاف بزاف واسبانيا كما كتعرفوا ماشي دوله كت صناعيه وانما هي فقط سياحه فلامينكو وداكشي ديال طورو وخورورو وديك التخربيق ديالها ودور هنا ودور غير ولكن الاساس ديالها هي الفلاحه من غير التوريزم كاين الفلاحه لان هي باش كتطور وكتصيفط عباد الله كاملين فهنا خص يكون واحد اعاده النظر وخص ضروري تشغيل الناس باش تقدر توفر طرف الخبز ويعمر الصندوق كما تكلمنا عليه. البطاله
رابع نقطة محاربة البطالة. البطالة سيدي كما كتشوف، نعاود نقولها مرة أخرى، الشباب، وكنتكلم من 16 الفوق، كنتكلم على المهاجرين حتى هما، وكنتكلم على الفورماسيون ديالهم تاني، لأن ما كاينش واحد الفورماسيون باش نقدروا نقولوا إنسان كيتقدم. حنا عارفين كنقلبوا على العتلة والفاس، وهذا غلط. الإنسان اللي جا ربي وليدات قريهم، يعني علمهم باش يقدروا تما يديروا المستقبل ديالهم. وكما قلت يعني ما كاينش واحد الفورماسيون، الخدمه راه ماشي فقط في الفلاحه، الفلاحه فيها بزاف ديال القطاعات، كاين الهندسه ديال الزراعه، كاين يعني كاين بزاف ديال الهملك، ماشي الفلاحه هي البندار والعتله، خاص الانسان يعرف يعني التوجه ديالو. كاين ثاني شي ديال الطب اللي خاص الزراعه الى اخره الى اخره الى اخره. النقطه الخامسه كانت تحسين المساعدات، يعني اسبانيا باش تقول انت واحد الانسان نعطيك 436 اورو ولا 440 اورو ونوضو نسقو برافو، هذه راه عيب وعار وحشومه تقولها. كنضحكوا في عباد الله، كنضحكوا فينا الناس، دوله فيها الغرق ديال البشر وفيها بنادم خدام والفريس جيها ومورسيا في جيها والامريكان دخلوا الملاير، ولكن قلتها البارح فلوس كتمشي فين؟ يعني ما كاينش الكونترول. فهنا هاد شو المندوبيه المفوضيه الاوروبيه حتى هي حطت المجرى. ونعاود نقولها مره اخرى، هذا 10 نقط، الى واحد فيهم، الى واحد النقطه فيهم ما اسبانيا ما تبعتهاش، داك الدعم غادي تختفى، يعني غيتوقف ديك 140 مليار، عنسوها عنسوا الفلوس، ما غاتاخد حتى ريال. يعني خص تمشي دابا السياده ديال اسبانيا، السياده في القرارات ديالها، قلتيها لكم شحال هادي، السياده ديالها غتولي مزيره، يعني ما يقدروش يديروا ما بغاو، القضيه حامضه. فكما قلت يعني مساعدات عيب وعار تقول 300 ولا 400 الاورو، الناس كتخلص الزباب للفوق على دوك الناس عايشين واخا ما عندهم لا فلاحه ولا والو، كاين الصناعه، كيديروا الصناعه. اسبانيا ما كاينش هادشي، يعني هنايا كاين الجهل الكلاخ الى اخره. ثالث نقطه، الاستثمار في الدراسه، ولو تكون في منطقه قرويه خاص الانسان يقرا، وكنهضر على ديجيتاليزاسيون، يعني كلشي يكون عنده بيسي، كلشي يقرا مزيان، ماشي السيل ورقه، خاص الانسان توصل الدراسه، يعني خاص كلشي. محاربه الاميه، اسبانيا فيها الاميه بزاف ضروري. سابع نقطه، المقاول، الحكم المقاول الذاتي اللي كي خص تسهيلات، وهنا كنتكلموا على القانون ديال الرخوي اللي تكلمت عليه شحال هذه. اذا هذاك الشيء اللي دار ديال بيدرو سانتيس، هذه شهر، هذه شهر، هذه شهر مشى فيرما مورا كالبينيو، هذا بيدرو سانتيس، ودار اتفاقيه مع بيلدو اسكير ريبوبليكانا باش يحيدوا هذا القانون هذا اللي كان دار الرخوي، وانا معاهم في واحد النقط، ولكن واحد النقط اخرى لا، راه الفيديو كاين، راه نحطوكم تحت تقدروا تصنتوا ليه وغتفهموا كل شيء هذا القانون هذا اش كيهضر. اذا اسبانيا ولات مجبره ان تطبق القانون ديال بيدرو ديال راخوي، ماريانو راخوي، ودير فيه تحسينات اخرى، يعني الليونه، مساعده الشباب، توفير العمل، تخفيض الضرائب واحد النسبه شويه كما باش يقدروا يزيدوا لقدام، ماشي انت تخنق على عباد الله، وتعطي الحريه لارباب الاعمال يوقفوا اللي بغاو يوقفوا، يدخلوا اللي بغاو يدخلوا. اسبانيا ما بقاش عندك القرار ديال دير اللي بغات، داكشي كله مشى. راني تكلمت لكم، قلت لكم هاد القرارات هادو في شهر 9 راه غتنوض بالبالة، قلتها لكم، قلت لكم دابا الار تي وداكشي، ولكن سبحان الله القناة دي ما كتلقاش عندك، للاسف ما كتلقاش. هادو الثامنة والتاسعة ما كاينش اللي غيدير فيها، انا كنركز على السبعة والاخرين تاهما بزاف، منها التعليم، منها المساعدات الى اخره اخره. ولكن المضحك، المضحك يا الاخوان، المضحك الاكثر، اكثر حاجة ضحكتني هي ان وزيرة الخارجية البارح، يعني بعد ما صافي فجروها وفرحانين وحنا خدنا، ما خدنا والو، ولكن المهم خادو ودارو، ناضت تكلمت الوزيره البارح ديال الخارجيه وقالت لك تاخذ 1700 مليون ديال الاورو، يعني كنهضر على مليار و700، غتعطيها سيدي افريقيا، الامريكا، والشرق الاوسط، وبعض المناطق الفقيره. هذه ديال السعاي يسعى ومرته تصدق، ولا الطلاب يطلب ومرته تصدق، هي هذه يعني أزمة هالكة. أزمة ديال بصح، يعني تخيل انت أزمة ديال بصح، أزمة ديال بصح، وسبانيا غتتعطي، يلا يلا خدت. راه قلت لكم راه ما غاتكملش السيمانة، غادي 72 مليار غادي تختفي. إذا الإخوان نتمنى ما نكونش أنا، نخليكم مع الفيديو ديالها، وكنعتذر إلى شي واحد تقلق من شي كلمة. أحبكم في الله، ناركم مبروك، والله يعاون، السلام عليكم.
que hemos tomado en este Consejo de Ministros esta mañana, en el que se ha aprobado la estrategia española, la respuesta conjunta de España, respuesta de cooperación para con los países más afectados por la crisis del COVID. Y sobre todo con aquellas regiones con las que España tiene un compromiso particular, América Latina y el Caribe, África y Oriente Próximo y la vecindad sur de Europa. Como digo, regiones con las que España tiene un compromiso específico de solidaridad. Como digo, un gran esfuerzo de consenso español en el que todos nos vamos a volcar en los próximos 2 años. Puede durar más si la pandemia dura más, pero nos damos este horizonte de 2 años en el que queremos movilizar 1.700 millones de euros para con los países.